في طيارة اللي هي قذيفي. قذيفي؟ إيه على كرسي جديد من بطحن. لايت. كيف ضحك ماو؟ قذيفي. الخوف اللي تعرضوا له الأطفال سبب لهم يعني أزمات نفسية في أطفال يعني. هلق هذا الموضوع سلوى كانت صغيرة شوي عند اللي كان في ضرب كتير وكذا وهيك، فأنا صرت بفكر في طريقة أنه ما خليها تخاف أو خليها تصير مثلي يعني، أنه تسمع صوت الطيارة عادي. طبعا ليش بدي تصير هيك؟ مشان ما تتأثر يعني، إن كان صحتها ولا كان نفسيتها ولا كان أي شيء. هلق شلون خطرت لي الفكرة؟ فكرة بسيطة يعني خطرت لي بالعيد. كان وقت عيد، بالعيد بصير كتير في بقولوا له فتاش يعني أو ألعاب نارية. ضرب أحدنا حد البيت مصطلحاتنا طوب، اللي هو هيك الفتاش الكبير يعني أو الألعاب النارية اللي طالع صوت قوي. فالبنت جفلت صارت تبكي. ففورا أنا شلتها وأخذتها على البرندة، قلت لها لا هذول أولاد عم يلعبوا وهذا الصوت إنه صوت مو خوف، هذا لازم تضحكي يعني عند اللي تسمعي هذا الصوت وكذا وهيكي. رجعوا ونحن عم فرجية واقفين على البلكون يعني، رجعوا ضربوا واحد تلخ، فإنه إيه شافت الموضوع إنه لعب مو إنه هو خوف لازم تخافه وكذا. هلق بعد كم يوم ضربت الطيارة نظام يعني، صار في صوت قوي كتير. خافت. أنا هون فوراً خطرت لي فكرة الطوب يعني، قلت لك لا هدولي نفسه يعني، هاي بتضحك هذا الحكي ما بيخوف، كان هيك عتمي شوي يعني. فاقتنعت في الموضوع يعني، هلق الولد الصغير بيصدق أبوه وأمه وإيش من حكى. فصار كل ما بدها تجي الطيارة أو أعرف إنه هلق بدها تضرب يعني، بتعرف أنت في صوت هيك للإنقضاض تبع الطيارة أو كذا، قال لي يلا في هلق بدا يضربه فتاش بيضربه طوب كذا، فتصير تضحك عند اللي تضرب. بابا هلق عم تضرب الطياره، انت بتخافي؟ لا. ليش يضحك؟ ايه يضحك. لعب هذا لعب؟ هذا لعب عن النطيطه. لعب عن النطيطه؟ ايش دخل النطيطه في الفتاش والطوب وال شلون تضحك عند تجي الطياره؟ هيك بتضحك. شلون تضحك؟ تضحك يا عمو. شلون تضحكتي انت عم تضرب الطيارة شلون؟ اقوى